كتاب ابن رغوز ده الواحد يعني. الانجيل ده اسمه انجيل ارساليه بعث ال 12 ثم دعا تلاميذه ال 12. يوم الحد اللي فات قرينا انجيل ثم دعا 70، يعني هو مره بعث ال 12 ومره بعث 70. في الاثنين قال لهم حاجه واحده، شغلتكم تقولوا للناس قد اقترب منكم ملكوت الله، اللي ما يسمعش منكم قول له حتى التراب بتاعكم مش عايزين منكم حاجه. شغلتكم تقولوا ايه للناس؟ احنا الكهنه خلفاء الرسل الأسقفة والبطاركة كل الكنيسة شغلها إيه؟ قد اقترب منكم ملكوت السماوات. إيه دي؟ يعني ملكوت السماوات قرب، يعني شغلتكم تعدوا عليهم واحد واحد تقول لهم إيه؟ قرب منكم ملكوت السماوات. طب أنتوا فاهمين يعني إيه قرب منكم ملكوت السماوات؟ نمرة واحد، الكتبة والفريسيين كانوا معقدين الدنيا للناس كلها، أنت عشان تخش السماء لازم تعمل طقوس وذبائح وعشور وشغلانة كبيرة أوي. جه المسيح قال قد اقترب ملكوت السماوات، يعني يا جماعه انتوا معقدينها، الموضوع بقى سهل زي ما احنا بنقول في القداس، سهل لنا طريق التقوى، بقى قريب من حيث الوصول ليه. اقترب، عارفين المركب لما تكون ماشيه وبعدين قربت توصل عشان تقول خلاص الشط قرب، احنا ماشيين بس يعني قربنا نوصل. سهل قوي ان انت تخش السماء، يعني مش صعب. اول معنى يعني سهل انك تخش السماء، الشيطان عايز يفهمك ان انت وحش جدا ومستحيل. جه المسيح يأكد على كده، راح جه اللص اليمين وهو بيطلع في الروح خلاص فاضل له دقيقتين ويموت، قال له اذكر لي ما تجئت في ملكوتك، قال له هايل انت كده دخلت الملكوت. الموضوع سهل كده؟ جه قال كأس ماء بارد لا يضيع اجره، يعني اي حاجه هتعملها هكافئك عليه. الموضوع مش صعب. شرح لهم مثل المدعوين، هاتوا الناس عشان العشاء، فكل واحد اعتذر، قال لهم اطلعوا لفوا وهاتوا، هاتوا اللي تلاقوه. عايزين ناس، انا العشاء معد ومش هلغي الحفل. السماء موجودة وناس، هاتوا لفوا هاتوا ناس. الموضوع سهل. الشيطان عايز يقول لك أنت عشان تخش السماء بعد كل اللي عملته ده استحالة. خايف لو في آخر دقايق كده تتوب تنتهي الحكاية، تمسح كل اللي فات. أول معنى يعني إيه ملكوت السماوات تقرب؟ يعني صعب تخش السماء ولا سهل؟ سهل. تاني معنى من حيث المكان. وبعدها من حيث الزمان. من حيث المكان، كان زمان انت تروح الملكوت، يعني انت تروح الفردوس لما كان الفردوس ما اتفتحش، يعني تروح الجحيم. اليهود بقى كانوا يقولوا تعملوا كل الطقوس دي وفي الاخر هتروحوا الجحيم برضه. جه المسيح فتح الفردوس، فبقى احنا هنروح الفردوس. لا، قال مش هستنى انت تروح الفردوس، ها ملكوت الله داخلكم، انا هجيب لك الملكوت جواك. يعني انا مش هستناك انت تروح الملكوت، انا هجيب لك الملكوت جواك. يعني ايه الكلام ده؟ هو ايه الملكوت ده؟ عباره عن ايه؟ أكل وشرب وجواز. ملكوت الله ليس أكلا وشربا وفيه لا يزوجون وأن يكون كملائكة الله لا يزوجون ولا يتزوجون. يعني ملكوت مش كده. أمال الملكوت بتاعنا عبارة عن إيه؟ تسبيح، محبة، فرح، سلام. طب بسيط، يبقى أنت تعيش في الملكوت هنا إمتى؟ إذا كنت حياتك فيها تسبيح ومحبة وفرح وسلام. فاهمين ولا لأ؟ إذا أنت عايش بتحب الناس كلها والناس كلها بتحبك، عايش عندك مليان سلام وفرحان بربنا، تبقى انت عايش في ملكوت. حتى هقول ده عايش في ملكوت تاني، الدنيا عماله اخبار ايه وده ملوش دعوه، ده عايش في ملكوت تاني. يبقى نمره اتنين، ملكوت الله داخلكم، ها قد اقترب ملكوت الله، يعني ملكوت الله بقى جواكم. نمره ثلاثه، من حيث الزمان، خلاص الحكايه قربت. اديكم شايفين الاحداث العالميه والريتم السريع، يعني هل تظنوا فاضل قرون لسه من العالم؟ لا اعتقد، واضح ان الريتم السريع ده يقول ان الدنيا ممكن مش هتطول. والاهم من كده ان انت اللي مش فاضل لك كتير، انت مالكش دعوه بالمجيء الثاني هيجي امتى، انت فاضل لك قد ايه؟ احسب عمرك كده، اذا كنت عديت تفتكر اللي فاضل قد اللي رايح، قد اللي عدى يعني، هتقول ايه فاضل لسه 20 سنه؟ 30 سنة؟ طب افتكر آخر 20 سنة عدوا عليك إزاي؟ مش عدوا هوا كده؟ فاكر 20 سنة اللي فاتوا؟ عدوا هوا كده. الله 10 سنين عدوا. يبقى قد اقترب، يعني الحكاية هانت، فاضل حاجة بسيطة وكلنا حتى إذا هو ما جاش إحنا اللي هنروح. قد اقترب منكم ملكوت السماوات، يعني كلنا قربنا. طب لما نكون قربنا نعمل إيه؟ بطرس الرسول قال لنا إيه؟ وإنما نهاية كل شيء قد اقتربت، فتعقلوا واسهروا واصحوا للصلوات، ولكن قبل كل شيء لتكن محبتكم لبعض شديده. اذا كانت الحكايه قربت يبقى بلاش خناق، عيشوا في محبه
واسهروا استعدوا بالصلوات. يعني تخيل الدكتور قال لك انت فاضل لك سنه، هتعمل ايه في السنه دي؟ هتكمل خناق مع الناس اللي بتتخانق معاهم، ولا هتروح تصالح الناس كلها؟ قد اقترب زمنيا مكانيا، هو بقى جوانا ما بقاش صاع. كان زمان اليهود مفهمينهم قال لهم ايه؟ انتم لا دخلتم ولا سبتم الداخلين يدخلوا، عقدتوا الناس في عيشتهم، لم تدخلوا ولم تدعوا الداخلين يدخلوا. اليهود كانوا عاملين كده، الكتبة والفرسين والمعلمين بتاعهم. جه المسيح سهل لنا طريق الطاعة. ثلاث معاني، أول معنى كان إيه؟ إنه سهل ولا صعب؟ تاني معنى، إحنا نروح ولا هو اللي هيجي؟ ثالث معنى، ها قرب، يعني قربنا نروح، فاضل كتير ولا فاضل قد إيه؟ فاضل قد إيه؟ شوية سنين بسيطة هتعدي هوا زي السنين اللي عدت. إلهنا المجد الدائم إلى الأبد آمين.